شكرا لكم سيد الرئيس. سيد الوزير، نحن بجهة والذهب القويرة نثمن الإجراءات اللي قامت بها هذه الحكومة اللي فاتت هذه الجهة بين الأطر الطبية اللي كان عصبروها السابقة، ولكن سيد الوزير نتساءل هل أنتم على علم بأن أغلب هذه الأطر الطبية غير متواجدة بالجهة؟ لا يعقل سيد الوزير أن تحسب عليكم كحكومة وأن تحسب علينا كجهة أطر طبية وهمية. لذلك سيد الوزير، هذه السنة في سنة 2015 انتقلنا من مستشفى إقليمي إلى مستشفى جهوي، يجب أن تتدخلوا لمعالجة هذا الوضع، وشكرا.